المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هذه القصيدة التي نظمتها السماء ولحنتها وأرشدتها الملائكة التي أحاطت بطفل المزود معلنة بذلك بهجتها بميلاد يسوع المسيح. قراءة لمشهد الميلاد رح نروح فيها بجولة مع أبونا فادي البركيل. أهلا وسهلا أبونا كاهن رعية القديس كيرلوس، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير وميلاد مجيد. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، ميلاد مجيد علينا وعلى هالبلد الحبيب سوريا. يسعد صباحك أبونا وكل عام وأنت بألف خير، ميلاد مجيد يا رب. أبونا حضرتك خدمت رعاية خارج سوريا وهي السنة عم تخدم برعية الكنيسة القديس كيرلوس، شو اللي بيميز عيد الميلاد بسوريا؟ أكيد عيد الميلاد الواحد ببلده له طعمة خاصة إنه صار قريب للأهل، صار بيشوف أهله، بيشوف أحبابه وأصدقائه، وخاصة إنه هالسنة أكيد عم نعيد بأجواء كتير حلوة، عم نحس أول شيء بلدنا تحرر وإن شاء الله بيكمل لحتى نخلص من هالأزمة النهائية، وأكيد الأجواء الحلوة اللي عم تشوفوها من كانزيني أو التحضيرات أو الأمور التانية كل هيدي يمكن بتميز هالبلد الحبيب سوريا. يمكن أنا خدمت مزبوط بلبنان فترة طويلة 14 سنة واليوم اجى تشكيلي لحتى أخدم هالرعية المباركة، وأنا كان عندي أبديت كل الرغبة أنه أخدم أبناء بلدي، حط كل طاقتي بخدمتهم وننجح هذا العمل مع بعضنا البعض. حلو، يمكن هيدا أول ميلاد لي عم عيشه بين أهلي وأصدقائي وأحبابي وأبناء رعيتي، فإن شاء الله نحسن من خلال هالميلاد ندخل الفرح إلى أعداد كبرى من أبناء الرعية، وأكيد نعيش مع بعضنا البعض هذا الحدث العظيم. آمين. أبونا فادي، يعني ميلاد طفل المغارة دائما يحمل رسائل السلام والمحبة للكبار وللصغار أيضا. اليوم خلينا نحكي نحن كمؤمنين مسيحيين، كيف طقوسنا بالاحتفال بعيد الميلاد؟ أكيد اليوم بكل كنيسة من الكنيس عم تتحضر لعيد الميلاد. نحن هذا بيسمى العيد الثاني الكبير. العيد الكبير هو عيد القيامة، والعيد الثاني من أعياد السيدية هو عيد الميلاد. عيد الميلاد هو عيد الفرح، والهدف الأساسي أنه في هذا العيد يمكن تكثر المساعدات للفقراء، منساعد عائلات أولادنا، منحاول يكونوا سعيدين ومبسوطين كثير، ولكن الأهم نحن كدورنا بقلب الكنيسة أنه نحضر أبنائنا لهالجو الروحي. عشان هيك اكيد من قبل بفتره بنبلش نحط هالبرامج ونعد ونهيئ الناس لنقول لهم بلش التحضير لعيد الميلاد، والكنيسه بتهيئنا لهذا العيد بصوم عند الطوائف الارثوذكسيه قبل 40 يوم، ونحن عندنا بالطوائف الكاثوليكيه بتبلش ابتداء من 10 كانون ل 24 كانون. اكيد الاجواء بده يكون اجواء تحضيريه مش بس الخارج، الأهم هو الداخل، وهيدا اليوم اللي عم نحاول نحن نركز عليه ككهنة جدد في قلب هذه الكنيسة، إنه نقول لهم للناس الأهم هو الجوهر، الأهم مش هالمغارة الخارجية اللي بنحطها يمكن يسوع بيبرد فيها، والشجرة يمكن كمان أيضا في سعة برا، الأهم نحن دائما نركز على مغارة قلبنا، لأنه هون بده ينبض يسوع، وهون بده يخلق يسوع، هون بيته الأساسي ليضل دافي، وهيدا نحن بنقول بالترتيل احدى التراتيل قلبي مهيئ مغاره ربي اعمل لي زياره. فقبل كل شيء علينا ان نهيئ المؤمنين وان نتهيا نحن ايضا لحتى نشيل كل الحسد وكل هالنميمه وكل هالبغض لنزرع يسوع بقلبنا، وهيك بتكون ولادة يسوع ولادة أكيد مثمرة. أبونا دائما يعني الخير بيزيد بالمناسبات وبالأعياد، خلينا نعرف عن النشاطات اللي عم تقوموا فيها بما يخص هذا الموضوع. نحن أكيد بلشنا أول شيء بما يسمى التحضير للبازار الخيري، وعملنا هالبازار من 12 ل 15 كانون الأول، يعني بهالجمعة اللي مضيت علينا.
كان بازار كتير ناجح. وريع هذا البازار أنا قلت له هالسنة راح يكون لمساعدة الفقراء. هدفنا نحن الأساسي ككهنة الرعية وكوكلاء كنيسي، عملنا حملة كنت جائعا فأطعمتموني. ما رح نقبل ولا واحد يعيش هالسنة الميلاد بلا ما يكون عنده إعاشة، بلا ما يكون في عنده مساعدة، إن كان مساعدة من ناحية الأكل أو مساعدة من ناحية المازوت، وهيدا كله قائم على مساعدة أبناء الرعية. فنحن الهدف الأساسي إنه ما بدنا نشوف ولا إنسان زعلان، الميلاد هو ميلاد الفرح. صحيح. فكلنا بدنا نكون مبسوطين. يمكن الولد إذا ما جاب له قال له لعبة بيزعل. فكان بالأحرى بهالوضع الصعب اللي عم نمر فيه وارتفاع الأسعار، قديش في عائلات يمكن بحاجة بعد لربطة خبز أو لشغلة صغيرة. فخلينا اليوم نحن انطلاقا من هالكنيسة نعمل هالمبادرة الميلادية. نعم. لقدر المستطاع ندخل الفرح والسعادة لأكبر عدد ممكن، ولم تكن أكيد محصورة هذه الحملة فقط بأبناء الرعية. نعم. هذه الحملة تشمل الجميع. نعم. أبونا نحن يمكن عم نحكي بأهم النقاط، الوضع الصعب والظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها الوطن. كتير من الناس بحاجة يمكن لكلمة كل عام وأنتم بخير بتأسعد لهم قلوبهم. اليوم كتير من أبناء الرعية ومن المؤمنين مرقوا بظروف خلتهم بداخلهم في كركبة، خلينا نقول بالعامية. اليوم الكنيسة كيف بتحتضن، وخاصة خلينا نقول الشباب بعمر المراهقة أو الشباب يلي طالعين جديد على الحياة، كيف اليوم نحتضنهم بمدارس الأحاد أو كان بنشاطات شوية تفرغ الطاقة وتعلمهم فعل الخير لكل المؤمنين؟ أكيد الكنيسة هذه كانت من السباقة في الاهتمام بفئة الشباب العمرية. نعم. عشان هيك عنا عدة نشاطات بقلب الكنيسة، بتبلش مع نشاط الكشاف، الفرقة الكشفية، مش فقط العزف، ولكن أيضا عنا عدد تقريبا بال270 شخص بين أولاد ومسؤولين هودي منتسبين إلى هذه الفرقة. والأهم دائما في اجتماعاتنا مع الجميع الأهم هي التربية الدينية. نحن ما جايين لحتى بس نقضي وقت ونضيع وقت بالكنيسة، الحلو نحن ناخذ شيء من الكنيسة ونروح نعيشه برا، وهيك مجتمعاتنا كلها بتصير أحسن وأحسن. إذا اليوم تهذب الولد في قلب الكنيسة وأكيد بالدرجة الأولى بقلب بيته، ساعتها حتى بقلب مدرسته بقلب مجتمعه بيعيش كتير مرتاح. فإذا عندنا الفرقة الكشفية، عندنا التعليم الديني اللي كمان هو ببلش من صف الأول لصف البكالوريا، كمان بيعدوا بحدود 400 شاب وبنت. وعنا أيضا أخوية الميلاد لهالسنة عم تعيد عيد 25، هالسنة رح نعيد مع بعضنا البعض الأحد القادم، كمان هي فئة من الجامعيين ومن العاملين. نعم. رح يكونوا ضيوفنا بعد شوي أكيد أبونا. أكيد. وهيدي هي أنا قلت لهم اللي بيميز اليوم خدمتي هون واللي شفته بهالكنيسة، إنه فيها نبض، في عم نعيش كعيلة واحدة مع بعضنا البعض. يمكن شوي بالرعاية اللي خدمتهم أنا بزحلة منحس إنه في شوي بعد الشباب، بعد اجتماعي، بعد شوي الشباب عن الكنيسة. يعني الأمور الأوقات الثانوية عم تلهي شوي الشباب، بتخليهم يبعدوا عن الكنيسة. هذا لا يعني إنه ما في شبيبة، أبدا في شبيبة وفي شبيبة ناشطة، ولكن بدها شوية شغل. هون لقينا كل شيء جاهز، اجينا عم ناخذ تعب ابائنا السابقين ونحن عم نكمل مع هذه الرسالة، رسالة الانفتاح. وهذه كان رسالة الرهبنة المخلصية اللي نحن منتميين لها. نعم. انه المؤسس افتيمو الصيفي قال ما اسستكم لتعدوا بقدرتكم ما تشتغلوا شيء عاطلين على العمل، أسستكم لخدمة الرعاية. نحن من الرهبان المرسلين لخدمة أبناء رعايانا وين من وجدوا، إن كان بهالبلد الحبيب أو بلبنان أو ببلد الله الابتراح. يقويكم يا أبونا.
أبونا، مثل ما ذكرت حضرتك بأنه دائما بتحضيرات العيد لازم تكون هي تحضيرات داخلية، منبلش من جواتنا قبل ما نبلش بالزينة وغيرها. اليوم عم نشوف في مظاهر بزخ بالزينة، هي المظاهر قديش هي فينا نحكي عنها أنه هي صحيحة أو لازم تكون تتأثر بطريقة مختلفة؟ أكيد الزينة أول شيء هي رمز للفرح. يعني لما الواحد بيزين بيته بيقول أنا فرحان ومبسوط، ولما ما بيزين بيحس حاله كأنه لا يعني شوي العيد. ولكن هالبذخ أوقات الزائد بيخلي الناس، أكيد يمكن الناس بتنبهر أنه ليك واو شو حلو، يمكن بكرة رح يصير في افتتاح أيضا بساحة العباسيين لأكبر شجرة وزينة وعاملين لها دعاية كتير كبيرة. ولكن أنا دائما بقول الأهم 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 هو الإنسان. الإنسان كيف بده يتحضر؟ الإنسان هو زينة الله الحقيقي، لأنه نحن كلنا مخلوقين على صورة الله، فهيدي الصورة هي اللي بحاجة لجمال، هيدي الصورة بحاجة إلى تنقية، بحاجة لنشتغل على حالنا. أكيد الزينة شيء رائع. يمكن أنا من فترة رحت على لبنان محل ما خدمت وحسيت بوجع كتير كبير أنه اليوم مدينة زحلة مش مزينة، اللي كانت طول عمرها تكون من أجمل الزينة بلبنان، كانت تضاهي ويعملوا مسابقات مدن مين الأجمل. هالسنة يمكن هالوضع اللي عم يمر فيه أيضا البلد الحبيب لبنان، يمكن في وجع في ألم، ويمكن لأنه في غصة وفي هالأمور يمكن الناس ما زينت، ولكن لا يعني أنه ما رح تعيد، لأن العيد الأساسي هو يسوع. لما أنا بحمل يسوع بقلبي وبروح إلى الكنيسة وبصلي وبطلب منه، هذه هي أهم شيء بالزينة. الزينة مش هي حجر، حتى الكنيسة ما بتزينها الأيقونات، بزينوها هن البشر. عشان هيك نحن بندعي كل المؤمنين يجوا إلى الكنائس، بدنا الكنائس تكون معباية بالمؤمنين، مش فقط نهار الميلاد. وأنا طلعت صرخة السنة الماضية هاشتاج على الإنترنت إنه للأسف الناس في الشوارع أكثر من الكنائس، ولموني يمكن شوي عليها، وأنا برجع بكرر نفس الصرخة. اليوم الناس عم تنبهر كتير بالزينة ولكن تنسى صاحب العيد. ننبهر بالبابا نويل وننسى أنه الأساس اللي هو طفل المغار هو صاحب العيد. منعيد ومنهتم بهدايانا لأولادنا ولكن ننسى نعيد يسوع. فأنا لما كنت بالرعاية بمنطقة زحلة بالمعلق أو حوش الزرعني أو بمرلاس المخلصية، كنت دايما أطلب منهم نهار العيد ليلة عيد الميلاد لما نحن منجي من قدس، خذوا الطفل يسوع حطوه معكم على الطاولة، لأنه هالعيد هو عيده، منو عيدكم لإلكم أنتم تعدوا مبسوطين ويسوع حاطينه بقلب المغارة تركينه لحاله. مثل ولد، إذا عنا نحن ولدنا عنده عيد ميلاده ما منتركه نايم من قصة بالجاتو لحالنا، فحلو نجيب يسوع معنا لحتى يكون لهذا العيد معنا آخر. صاحب العيد معي هو اللي بده يبارك، هو بيكون أكيد سعيد بهالجمعة العيلة مع بعض البعض. بميز يمكن شوي العيد بلبنان أنه بيسموه هو عيد العيلة، خاصة بمنطقة زحلة، يعني كل القداديس بتكون إجمالا بكير لحتى ترجع تجتمع العيلة مع بعض البعض وتقعد بقلب البيت مش بالمطاعم. اليوم يمكن هون تختلف الأمور. لا نفس الشيء بحبتنا كلنا بال. أنا سألت أكيد الوكلاء، أكيد في أشخاص يمكن بعيدوا قبل بوقت، ولكن صلواتنا رح تكون شوي مؤخرة، مشان هيك يمكن ما في مجال لتقعد العيلة مع بعض البعض كعيلة كعشاء على الطاولة، أو بعد الصلاة للساعة 12 لترجع تجتمع مع بعض البعض. تمام. أبونا، اليوم بيوم عيد الميلاد إن شاء الله بينعاد على الكل بالخير والبركة والمحبة، في كتير قلوب مجروحة، في كتير عائلات مزعلة بعضها، في كتير أبناء ما عم يشوفوا أهاليهم، في ظروف صعبة مارقة على عيال كتيرة. خلينا نوجه رسالة لكل حدا مريض، لكل حدا مجروح، لكل حدا موجوع بداخله اليوم بالميلاد. من أبونا فادي دعوة أو كلمة بتحب توجهها لكل حدا قلبه موجوع. أنا بوجه النداء اللي صرخه ربنا واللي يسوع دايما بدعينا له، تعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون
وأنا أريحكم. اللي بده يرتاح بده يجي لعند ربنا. اللي بده يرتاح بده يدخل يسوع لقلبه. اللي بده يرتاح بده يعرف كيف يصلي ليناجي ربنا، لحتى ربنا يدخل لبيته ويدخل الفرح. أكيد عائلاتنا يمكن كتير موجوعة، في عائلات موجوعة، في أشخاص فقدوا أحباب عليهم، في أشخاص يمكن حزينين، في أشخاص عايشين وضع اقتصادي صعب. هودي أنا بقول لهم دايما اتكلوا على الله. الله دايما بيفتح، إذا كانت في بواب مسكرة بطريقنا لابد أنه تنفتح شبابيك تانية، لابد أنه تنحل هالأزمة. وشوي شوي لما منحط إيدنا بإيد ربنا، ربنا قادر أنه يساعدنا. ما في ولا إنسان التجأ لعند يسوع في الكتاب المقدس إلا ما كان عم يلبيه وعم يدخله الفرح. فأنا من منطلقي ككاهن مسؤول في قلب هذه الكنيسة أدعو الجميع يكون عندهم ثقة كتير كبيرة بالله، ما يفقدوا ثقتهم. أنا خسرت كمان أيضا أشخاص غاليين على قلبي، خيي كان مخطوف، توفى البابا، ظروف كتير صعبة مرقنا فيها، ولكن علينا أن نستمر. صحيح. وثقتنا كانت دايما بالقديسين وبربنا، هي اللي بتخلي دايما الإنسان يكون عنده هالمغامرة مع الرب. لأن الرب ولا مرة نحن بنطلب شغلة إلا ما بيلبينا، حتى لو إجت مأخرة. دايما الرب صادق في وعوده، لما قالنا اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. خلينا نحن ندق ونطلب، ولكن الطريقة اللي عم نطلب فيها يا أما بتكون هي صوتنا لله لحتى يلبي لنا هالدعوة، أو بتكون نحن ما عم نعرف نصلي، مشان هيك بنحس إنه ببعض الأحيان إنه الله تركنا أو الله متخلي عنا. نعم، وما بعد الصلاة نشر المحبة بين العائلات يلي كتير تفرقت يا أبونا، يعني منشوف هاي الظاهرة كتير منتشرة، أو من وراء شاشات الموبايلات نبعث معايدة لحدا قريب لقلنا بخصنا، صرنا كسلانين نروح ونشوف تيتا أو نشوف جده أو أي حدا تماماً، أو أي حدا بحاجة لقلنا. اليوم دعوة الكنيسة للناس لحتى تكون مثل ما ذكرت من شوي عيد العيلة، يكون هو عن جد فعلاً عيد العيلة. هيدا بصراحة هو هدفنا نحن، ونحن رح نشتغل أكيد على العائلات، رح نزور العائلات أنا وأبونا ماركوس، لحتى نقول لهم ما في تفرقة وما في بعد بين الكهنة وبين الرعية. الكاهن هو واحد من أبناء الرعية عم يخدمهم بالسلطة المعطاة له، هو ابنهم بالنهاية، كلهم أكبر منا وأفهم منا، ولكن نحن بدورنا كراعي أن نسأل عن الخراف، نسأل عن أولاد رعيتنا لحتى نجيبهم على الكنيسة. وكل إنسان بحاجة، والحمد لله أنه في ناس عم تتردد، إن كان بإرشادات إن كان باعترافات، وهيدا يمكن لحتى نقول انه نحن مش تاركين رعيتنا، راح نفوت لعند الكل. واكيد مثل ما بلشنا الحلقه تبعولنا بنشيد الملائكه اللي هو من اجمل الاناشيد، المجد لله في العلا، تمجيد لله، وعلى الارض السلام، وفي سوريا السلام، وفي الناس المسره، في الناس الفرح. هيدا اللي عم يدعينا له يسوع. ان شاء الله هالنجمه اللي دلت الملوك على مكان ولادة يسوع أيضا تدلنا، لأنه هالنجمة هي رمز إلى نور يسوع اللي بيضويلنا طرقاتنا ليقلنا اتجهوا وروحوا إلى الطريق الصحيح لحتى نعيش هذا الفرح بنوع آخر أكثر وأكثر. يا رب يا رب. شكرا كثير لك أبونا ولكل الكلمات يلي كنت عم تقلنا إياها، وشكرا لك لاستضافتكم لنا بضمن كنيسة القديس كيرلوس. ميلاد مجيد، ينعاد عليك بكل الصحة والسلامة والخير الدائم، وإن شاء الله دائما بتضلك داخل الأرض سوريا وتكون كثير مبسوط بخدمتك للرعية. شكرا كثير لك. ميرسي لكم، ميرسي لحضوركم. هيدا بيت الكل، والكنيسة هي بيت الله وبيت المؤمنين، منه نحن ندخل للبيوت. ونحن نشكر الإخبارية السورية على هالإطلالة الحلوة واللي اختارت الكنيسة لتنطلق منها، اللي هي إن شاء الله تكون النبض من منطقة الأصاع لنوصل برسالتنا
إلى جميع الناس. أمين. والكنيسة دائما فاتحة بوابة، وحتى حضرتكم أبونا فاتحين بوابكم بكل لحظة وبكل ثانية لكل المؤمنين. أكيد. شكرا على كل الجهود يلي عم تبذلوها من أجل الناس يلي هي كتير بحاجة لإلكم هلأ. ميلاد مجيد عليك حضرتك وعلى عائلتك وعلى كل اللي بتحبون يا رب. علينا وعليكم وعلى هالبلد الحبيب. وأنا أيضا بدي أطلب مثل ما نحن عم نصلي لكم عم نصلي لهالبلد، انتم ايضا صلوا لنا لحتى تكون رسالتنا رساله مثمره ان شاء الله ان شاء الله بقلب هذا البلد. شكرا كثير لك ابونا.